اسماعيل يوسف تجانا مصر وكابتن حماده انور، يعني مبروك عليكم ومبروك على كل جماهير الزمالك، مبروك على حازم امام، واعتقد في حب كبير النهارده شايفه من اللعيبه من الجهاز الفني سواء للزمالك او منتخب. طبعا انا بقول لحازم الف مبروك، وان شاء الله باذن الله بالرفاه والبنين، يعني حازم يستاهل كل خير وكل الدنيا جايه تبارك له، وان شاء الله ربنا يوفقه. حازم انسان على مستوى كبير جدا من المسؤوليه، وانسان حبوب وكل الناس بتحبه، واحنا اصرينا نكون موجودين في يوم زي ده، لان حازم يستحق كل تقدير. بقول له الف مبروك وربنا يكرمك كده، عايزين حوازم كتير. لفته طيبه من الجهاز الفني وكوبر النهارده بوجوده. طبعا وجود باسم وجود رمضان دي حاجه كويسه جدا، لان تعرف ان المنتخب مسافر بكره، فاعتقد ان وجودهم كان شيء مهم ووجودنا كان شيء مهم. المهم ربنا ان شاء الله يوفقه. وبقول لك وعايزين فراوده يا حازم، انا بقول عايزين فراوده مش عايزين مكان. كابتن حماده الف مبروك، وزي ما قلت بالفعل حب كبير جدا بينك وما بين اللاعبين، وفي كيمياء كبيره كده. طبعا ببارك لحازم وبقول له ربنا ان شاء الله يتمم لك بخير، وكابتن نادي الزمالك وبيحتفل بعد بطوله الدوري بيحتفل بفرحه، وان شاء الله نخليه يحتفل بالكونفدراليه والكاس ان شاء الله. برضه نفس سؤال كوبر والجهاز الفني، وانت خبرتك في الاداره وجود الجهاز الاداري والفني النهارده المنتخب مصر مع باسم مرسي ورمضان صبحي. طبعا انا دي حاجه كويسه ان الكوبر بيقرب من اللعيبه بتاعته، انه بيسمح له ان هو يتجوز في فتره زي دي، عنده مباراه مهمه، اكيد هو راجل عنده خبرات في القصه دي كويسه قوي، ان هو هيقدر يرجع حازم على طول الفتره الجايه، ونفسيا حازم هيبقى مؤهل ان هو يستجيب معاه الفتره اللي جايه ان شاء الله. مبروك يا حماد، الله يبارك فيك. اعزائي المشاهدين، وليد مهدي وتاريخ كبير مع الكره المصريه، وليد اصبح رمز من رموز الكره المصريه خاصه مع اللاعبين، ودايما متواجد مع اللاعبين واللعيبه بتحبك، ومع يوسف حبايب اللعبة دي وحنين يا مهيب، احنا تعبنا كلنا على ما عملنا اسمنا، انت وانا واي حد بدا حياته بالشكل اللي هو كلنا عارفينه فيه كفاح ونضال. خليك، انا مبسوط اني معاك ولادك النهارده عشان تبقى حاجه تذكار. يوسف على فكره، يعني يوسف انت تعبت، فاكر في محمد صلاح؟ فاكره يوسف برضه، هو محمد. يعني حازم ما هتقول له ايه النهارده؟ اقول له الف مبروك يا حازم، حازم حبيبي واخويا، اتفضل، وصاحبي وجدع ابن بلد، واديك شفت مستر كوبر وجاز الراجل، انا استاذنت منه بصوره شخصيه ان انا اتواجد يعني مع حازم كصديق، فقال لي ما فيش اي مانع، وجبت معايا حنين ويوسف همت عشان يباركوا لحازم. الله تفرح بيهم يا وليد، ودايما كده متواجد ان شاء الله. وحنين بس تقول لي كلمه لحازم. الف مبروك يا حازم. ويوسف الف مبروك يا حازم. لا بص للكاميرا، الف مبروك يا حازم. الف مبروك يا وليد، الف مبروك لك يا مهيب ان شاء الله. شكرا.